طيب الأخ طارق من العراق، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ عندي كم سؤال. أيوه ألو، معك يا طارق، معك تفضل. شيخ عندنا الإمام مالنا بالمسجد أيوه شوية يعني عليه حكي إنه يتبع الشهوات واللي شغلات الزنا، فيطلع الإمام بالتراويح، هل يجوز إحنا نصلي وراه؟ طيب هو بس بالتراويح برمضان يطلع إمام. نعم، الشغلة الثانية عندنا بالمسجد سووا يوم الجمعة الأذان واحد، يعني الخطيب يأذن أذان واحد والخطيب قبل يصعد يخطب، ايوه وإحنا عندنا يعني السعودية قاعد نشوفها بالتلفزيون كلها أذان يعني، ايوه وصلنا لغوها. ايوه السؤال الثالث يا شيخ، عندي الموبايل مالي اي ندخل بيه برنامج القرآن يعني أقرأ قراية، هل هذا يجوز؟ طيب السؤال الرابع على مود فترة الصوم، العام وزعتها انطيت طحين، ايوه فسمعت محاضرة العالم السعودي ان ما يجوز الفلوس. ايوه قبل فترة سمعت محاضرة الشيخ محمد حسان يعني يقول بزمان هذا يجوز الفلوس، قبل يعني دور الرسول صلى الله عليه وسلم تنطي الطحين انه ما كان موجود طحين، هسه ما شاء الله يعني كلها متوفرة هاي المواد الغذائية الا ما شاء الله، طيب فقال يعني يجوز تنطي الفلوس. تسمع الجواب عن حكم إخراج جزاك زكاة الله خير. الفطر طحيلا إن شاء الله. الأخ صالح تفضل يا أخي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثلاثة أسئلة مختصرة الله يخليك الشيخ. تفضل. بالنسبة للمصاحف اللي مكتوب عليها وقف في المساجد، البعض منهم يأخذ من هذا البيت وهذا البيت ما يعيد على المسجد، طيب هل هذا فيها يعني شيء؟ طيب السؤال الثاني مثلا الذي فيه مثلا تعيينات البنات في المدارس، البعض يطلب أتعاب مثلا 10,000 أو 15,000 ويقول إنها أتعاب، انا مثلا اقول ان هذه ما تعب، هذه رشوه، ايوه لانه مرتبط زي ما تعرف انت يمكن عندي خبر على المواضيع هذا. طيب ما ادري ايش في هذه. طيب بالنسبه للسؤال الثالث، طال عمرك في احد الممثلين، انا ما تابع التماثيل هذه الحمد لله، ولكن كذا صدفه اشوف في احد الممثلين يتشبه بالنساء ويلبس ثوب وهو انسان عمره كبير، يمكن عمره حوالي 70 عام تقريبا كذا. نعم. فانا كل ما شاهدته يعني العنه، زي ما تقول لعن الله المتشبهين من النساء زي كذا، ما ادري علي ذنب في اللعن هذا او لا. الله يخليك الشيخ وشكرا. طيب طيب ام كريم من مصر. السلام عليكم. عليكم السلام طيب وبركاته. الله يجزاك خير يا شيخ، ان شاء الله يجعلك من جنة سعادتك. وياكي. سؤالي ان شاء الله عن الزكاة. ايوه. في السعودية، هو الاخ العراقي كمان سأل يعني تقريبا نفس السعودية، كنا نطلع الزكاة طحين يعني من اوسط الطعام. طيب. هنا في مصر فلوس. أيوة. أيوة. أنا كنت حابة أعرف هل الفلوس حلال أو حرام. طيب السؤال الثاني يا شيخ الله يجزاك خير، في مستشفى سرطان الأطفال هذا، أيوة، هل يجوز لو أخرجنا له فلوس تعتبر زكاة أم صدقة؟ طيب طيب الله يجزاك خير يا أبي. الله يحييكم. طيب أيضا معنا الأخ أبو هادي. السلام عليكم. عليكم السلام طيب وبركاته. كيف حال الشيخ؟ الله يحييك يا أخي. سلام، كيف الحال أخوي؟ الله يبارك فيك. ألو. تفضل تفضل يا أخي. طال عمرك، أنا لدي أول شيء السؤال الأول. أيوة. اللي هو لدي مبالغ كثيرة، يعني مثلا تقول أجور عمال أو مثلا دائما بقالات أخذت أو شيء من ذلك. أي. زين. أيوة. ولا أقدر أحصيها طال عمرك، يعني مثلا تقول مثلا في بقالات أمر عليها عندنا أغراض بسيطة. أيوة. ويكون فيها مثلا باقي 10-15 ريال أخذها و وروح او تجاهلا مني. أيوة صراحه. أيوة. يعني ايوه فايش يجب علي الان يعني؟ طيب. في ناس اخذت منه مثلا او عامل مثلا اشتغل عندي قبل فتره ويعني تاخرت على سداده وطلع نهائي ولا عد لقيته. طيب هذا السؤال الاول. طيب السؤال الثاني، عندي طال عمرك الشايب يعني ابوي. ايوه. عمره شوي طاعم في السن. ايوه. وكثير زعل. نعم. طيب وطبعا الزعل هذا اغلب الاحيان يعني ياثر على الوالده، هو يتكلم عليها ويدعي علينا، وتعرف الشيء هذا يعني يكون ياثر على الوالده لان عندها برضو من امراض السكر. طيب ف
فاحنا احيانا يعني نطلع منه يعني حتى ما مثلا ليش نهرب عنه زياده على اللزوم يعني. نعم نعم. فهذا يعتبر من عقوق او الهجران او شيء من ذلك ما ادري يعني. طيب. احنا نخليه يعني حتى لو يكلمنا ما نعطيه اي يتكلم علينا انت ما تستحي انت وانت انا تقول. طيب. ما اكلمه نهائيا ولا اتعرضه اظل ساكت. طيب طيب خير ان شاء الله. فما ادري هل علي اسم في اني ما كل اسمع ابويا او واضح واضح. الاخ محمد من اليمن تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. في معي سؤال بالوراثه يا شيخ. ايوه. امي توفت ووصت خالي انه يقسم لنا الذهب لي انا واخواتي ثلاثه. انت واخ البنات. طيب انت واخواتك الثلاث. ايوه. يعني الذهب حقه يقسم للعيال فقط بدون البنات. لا لكن يا محمد لما توفيت والدتك تركت أخاها وابنا وثلاث بنات. هي أوصت أخاها أن يقسم الذهب. أوصت أخاها. أيوة أوصت أخاها. أيوة. طيب. فإذا كانت الوصية هذه تصلح يعني تمام. أيوة أيوة. وإذا لم تصلح يعني هل يمكن أن نقسم الذهب حق أمي لعيال خالتي؟ عيال خالك؟ يعني مرات أبي ثانية. أيوة تسمع الجواب إن شاء الله. يا محمد. محمد. أيوة. من هم الورثة؟ ورثة الوالدة من هم؟ أنا واثنين أخوة واثنين بنات. أنت واثنين إخوان ذكور. وثلاث بنات. وثلاث بنات بس ما في غيرهم. أيوة. والوصية. ها؟ الذهب للثلاثة الإخوان. خلاص واضح واضح السؤال جزاك الله خير. واضح السؤال. تسمع الجواب تسمع الجواب إن شاء الله. أم خالد تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام طيب وبركاته. نعم أنت طيب. الله يحييكم. لو سمحت يعني فترة الزكاة عندي فترة الزكاة أبوديها يعني خارج المملكة يجوز ولا ما يجوز؟ يعني صدقة الفطر يعني. صدقة الفطر أيوة. عندي قرايب يعني خارج المملكة. طيب. فقراء يعني ما عندهم شيء. طيب. وبعدين أسألك عن صلاة التراويح يعني لا جينا بالليل نعيد التهجد ولا لا؟ طيب إذا قمتم في الليل بعد التراويح. أيوة. طيب طيب جزاك الله خير. الله يحييكم.